حييكم مشاهدي ام تي في استئناف دوري الفا لكره القدم مع المرحله 20 وما العوده للدوري رح تكون بديربي كبير، ديربي بيروت، ديربي الانصار والنجم يلي ما بيفقد نكهته بغض النظر اذا كانوا الفريقين بعدهم عم ينافسوا على اللقب او لا. عده امور ممكن الحديث عنها اليوم، عده عناوين ممكن طرحها ايضا لها اللقاء الكبير. المهم اللقاء رقم 68 على صعيد بطوله الدوري بين الفريقين بيحمل اكثر من اهميه بالنسبه لهم اثنيناتهم، اقله اهميه معنويه رح تكون للفائز قبل لقائهم المرتقب بالدور ربع النهائي لكاس لبنان، وهن اللي عم يبحثوا عن اللقب بعد ما عرفوا بشكل او باخر انه العهد بطريقه لحسم اللقب. العهد بالمناسبه حاليا عم يلتقي مع الاخاء الاهلي علي على ملعب امين عبد النور بحمدون، هالمباراه يلي بتقدروا تتابعوها مباشره عبر شاشه 1. اذا الاهميه المعنويه بتفوق الاهميه الفنيه بهالمباراه، ولو انه المدربين عبد الله ابو زمع وهداف الديربي التاريخي موسى حجاج بيعرفوا انه هاللقاء هو بروفا اخيره بالنسبه لهم ليعيدوا احساباتهم قبل اللقاء الاهم بالنسبه للنجمه وبالنسبه للأنصار. إذا عدة أمور فينا نطرحها، وخصوصا انطلاقا من مباراة الذهاب بين الفريقين يلي انتهت نجموية بنتيجة 4-2، رغم أنه كتار قالوا أنه الأنصار كانت بغالبية فترات اللقاء الطرف الأفضل. على كل حال معركة مفتوحة بين قطبي بيروت من وقت ما فاز الأنصار بالموسم الماضي 5-1 بالذهاب، وبالتالي دائما مباريات الأنصار والنجمة عم تحمل كثير من الأهداف، عم تحمل أيضا كثير من الإثارة، وهذا الأمر يلي بنتوقعه اليوم. كابتن حسين حمدان أهلا وسهلا فيك مجددا عبر شاشة ام تي في، بدي أقول لك أيضا مبروك لصعود شباب البرج الى مصاف انديه الدرجه الاولى بحضرتك المدرب المساعد. ايضا مشاهدينا بدي استغل الفرصه لاقول الف مبروك لكره القدم اللبنانيه، انتخاب السيد هشام حيدر رئيس الاتحاد اللبناني لكره القدم لولايه ثانيه على راس او بالمكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي، وهو طبعا دائما على راس اتحاد الفوتبول لبنان. الف مبروك ايضا، هذا انجاز كثير كبير يحسب لنا للبنانيين على امل انه يعكس ايجابا على كره القدم اللبنانيه بشكل عام. كابتن حسين بنرجع انا وياك لاجواء المباراه مع تشكيله الفريقين، رح نحكي بالبدايه عن تشكيله الانصار يلي فيها تغييرات غير تقليديه، اهم وجود انس ابو صالح بمركز قلب الدفاع الى جانب معتز بالله جنادي، شبريكو ويوسف عنبد هن على الطرفين، عدنان حيدر وابو بكر كمارا هن كلاعبي ارتكاز، عندنا لواتي عباس عطوي اونيكا سوني والحاج مالك بالتشكيله الاساسيه. يعني واضح من تشكيله المدرب انه لاعبي الاربعه المدافعين غير مطالبين اليوم بالحاله الهجوميه، لانه بيعرفوا كثير منيح، خاصه يوسف عنبد بيعرف كثير منيح على ما يتحسن معتوق بده يكون عنده شغل دفاعي كبير، كمان هيك دفع بانس ابو صالح كل الوقت ليعمل التغطيه على ميت يوسف عنبر، ابو بكر كمارا بنص الملعب العلامه الاستفهام الكبيره لانه بيعرف كثير منيح المدربين، اللي بيربح معركه خط الوسط اليوم هو اللي بيربح المباراه. عدنان حيدر مع ابو بكر كمارا عندهم الواجب الدفاعي الكبير، كمان هيك نحن عم نشوف ست لاعبين من الانصار بالحاله الدفاعيه ثابتين، لانه بيعرفوا ان النجم بيعتمد كثير على الطابات المرتده والطابات السريعه. هذه هي تشكيله النجم حسين امامنا على الشاشه مشاهدينا، على السبع بيمثل النجم بحراسه المرمى اليوم، من اليسار الى اليمين حسين شرف الدين، محمد شاونا، قاسم الزين، وعلي حمام، بخط الوسط وجود مهدي زين اليوم نقطه وعلامه فارقه الى جانب ادريس نيانج ونادر مطر، على طرفي الملعب حسن معطوه، ايضا عوده ابو بكر المال ليكون بالحسابات الاساسيه، وعلي سلمان هو المهاجم الوحيد يلي موجود بخط المقدمه النجمي، ولحظه دخول الفريقين الى ارض الملعب. يعني التشكيله النجمويه حسين ما فينا نقول النجمي بالفتره الاخيره عم يكون عنده هويه ثابته على صعيد الخيارات، على صعيد الاسماء، لاعبين بيغيبوا ما بنشوفهم حتى على مقعد البدلاء، اليوم عم نشوفهم بالتشكيله الاساسيه. اليوم مباراه استعاده الهيبه اذا بدك بالنسبه للنجمه بعد الخسارات بكاس الاتحاد الاسيوي وبالدوري باخر مباراتين، النجمه اليوم بماتش ديربي بحاجه انه يرجع يفرض سيطرته، خاصه انت قلت شغله كثير مهمه شربي، لانه البروفا هي لمباراه الكاس واللي هي الاهم، لانه النجمه والانصار اليوم عم يتواجهوا على المركز الثاني. يعني العاهد اليوم هو مبدئيا هو البطل والفريقين عم يتواجهوا على المركز الثاني. رح نحكي عن هالنقطة المهمة جدا حسين، أيضا من النقاط المعنوية اللي فينا نقول عنها مع هاللقطة الرائعة لجمهور الأنصار، وقبلها شفنا اللوحة الجماهيرية الرائعة لجمهور النجمة، حضور كبير بهالمباراة ما بتفقد نكتها مباراة النجمة والأنصار، وأنت يلي لعبت للنجمة ولعبت للأنصار بتعرف منيح أهمية الديربي، والأهمية بتكبر اليوم لأنه فارق نقطة فقط للنجمة الموجود بمركز الوصافي أمام الأنصار الثالث، والمركز الثاني بيعني التمثيل العربي، وبالتالي الأنصار اليوم عليه ضغط كثير كبير ممكن يصب لمصلحه النجم. صحيح، والنجم كمان مطالب انه يربح لكمان، لما بتعرف مباراه الكاس بيصير كمان خارج الاتحاد الاسيوي وخارج البطوله العربيه، نحن بالفترات الاخيره شفنا الانصار فريق متقدم، فريق متطور، عم بيقدم فوتبول كثير منيح، عنده لاعبين بخط الهجوم مرعبين،
طيب. يعني مع الحاج مالك، مع سوني، مع موني على دكه الاحتياط كمان، صحيح. في لعيبه قادر انه تغير مجرى المباراه. حابب صوب على نقطه كثير مهمه، خط وسط الانصار عدنان حيدر، ابو بكر كمار، عباس عتبه، بمواجهه مهدي زين، ادريس سانيانغ، نادر مطر. يوم دخول مهدي زين الى التشكيله الاساسيه لا شك انه عم يخلي الديناميكيه اكبر بخط وسط النجمه، عم يكون خط وسط النجمه اسرع لانه ديانغ بيروح لقدام، نادر اصلا بحب يزيد بالحاله الهجوميه، مهدي زين هداف دوري الشباب ب 26 هدف، صحيح. عنده عليه امكانيات بمواجهه ثلاث لاعبين، يعني عدنان حيدر محدود بالحاله الهجوميه، يعني اذا بتصرف بذكاء خليني اقول بالمساحات بالحاله الهجوميه، ابو بكر كمارا دور دفاع، وعباس عطوي اونيجا مهمته صناعه الالعاب فقط، صحيح. يعني اذا بتلاحظ بثلاثه خط وسط لعيبه النجمه، في اثنين منهم بالحاله الهجوميه رح بيكونوا اضافه كبيره، اللي هن مهدي الزين ونادر مطر، مع الثبات الدايم على ادريس سانيانغ، بينما بالانصار عدنان حيدر وابو بكر كمارا رح يكونوا ثابتين اكثر، مع ترك الحريه اكثر لاونيجا، لانه عباس عطوي بيعرف كثير منيح انه اليوم ما في الظهيرين تبع الانصار يقدروا يشاركوا، واحد من الفريقين خط الوسط حسين، طبعا اليوم خط الوسط هو اللي حيسيطر على خط الوسط باول 25 دقيقه، هو اللي حيقدر يسيطر على المباراه، لانه يوسف عنبر وشبريكو بالحاله الهجوميه ما حيشاركوا كثير، بيعرفوا كثير منيح، فالشغل اكثر رح بيكون على اونيجا وعلى خط الهجوم، الخساره الضعيفه عند فريق النجمه كلنا بنعرفه، مركز الظهير الايسر. اليوم امير الخصري موجود على مقعد البدلاء، والخيار الثالث يعني شفنا عبد الفتاح عاشور مع بوريس بونياك ظهير ايسر، امير الخصري مع موسى عجاج، اليوم عم يستعين بحسين شرف الدين يلي يمكن افضل يكون بمركز قلب الدفاع، وهالامر اثبتته على المباريات السابقه لفريق النجمه عند مشاركه الشغله الوحيده انه حسين شرف الدين صار له فتره كمان غايب عن المباريات، بدنا ناخذ ولو انه لاعب المنتخب الاولمبي ثلاث مباريات، صح كان كابتن الفريق، بس صار له فتره غايب عن مباريات الدوري، وخاص مباراه سلام صغرتها رح نشوف ممكن الانصار يستفيدوا، بس خصوصا انه حسن معتوق عم نشوف انه دوره ما بيدافع حسن معتوق، صحيح، على جهه حسين شرف الدين، وهذا امر ايضا من ضمن الفري رول او الدور حر المعطي لحسن معتوق، كرمال هيك رح نشوف حاج مالك رح نشوف في تدور بالادوار الهجوميه، عم نشوف مره حاج مالك رح يجي على اليمين، مره اللواتي، مره سوني سعد، دائما في هيدي المداوره بفتشوا على الثغرات، عندهم مدرب جدا ذكي الانصار بيعرف كثير منيح يشتغل على ثغرات فريق الخصم. طيب هيدا بالنسبة للأمور الفنية، وبالنسبة للنقاط الأساسية اللي ممكن ترجح صورة فريق على آخر، على كل حال حسين ما رح أحكي بقى زيادة، 45 دقيقة بين الفريقين هني اللي رح يحكوا، أكيد بين الشوطين رح أكون نحن وياك، أهم شيء شوف فوتبول كتير حلو، صحيح. اليوم على كل حال مشاهدينا ديربي النجمه والانصار لحظات قليله وبينطلق الاخاء الاهلي علي والعهد، بذكر على ملعب امين عبد النور بحمدون، اي شيء جديد بيصير بالمباراه اللي عم تتابعوها عبر شاشه وان راح تشوفوها عبر شاشه ام تي في، تفضل فارس الهواء لك.